عام غير وجه العالم. بعد العام 1945 لن يبقى أي شيء على حاله. معارك السنة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية كانت الأكثر ترويعاً. كانت الأمور فوضوية وخارجة عن السيطرة. لقد شهد شهر يناير من ذلك العام معركة محتدمة في غابة أردين. هذا الهجوم المفاجئ أخذ الأمريكيين على حين غرة. في إبريل اندلعت معارك الشوارع في برلين من مبنى إلى مبنى بالمدفعية الآلية والدبابات. قرر أدولف هتلر القتال حتى الموت. كان واثقاً بأن نهايته الموت، لكنه شعر أن الشعب الألماني يجب أن يشاركه النهاية. وفي المحيط الهادئ استغرق الكابوس الوقت نفسه ليصل إلى نهايته. لم تتغير الاستراتيجية اليابانية، ألا وهي قتل أكبر عدد ممكن من جنود الحلفاء. في السادس من أغسطس ألقى الأمريكيون أول قنبلة ذرية في التاريخ. لقد تغير كل شيء. يمكن للبشر أن يصنعوا أسلحة رهيبة جداً لدرجة أنها يمكن أن تفنيهم. تجاوزت أعمال العنف في العام 1945 حدود التصديق، كما ظهر في معسكر أوشفيتس ومعسكرات الاعتقال النازية الأخرى. كانت المشاهد المرعبة تفوق قدرة البشر على التصور. الإبادة الجماعية والمحاكمات التاريخية وإنشاء الأمم المتحدة، هل سيتعافى العالم؟ ها قد بدأت بوادر الحرب الباردة تلوح في الأفق. أوروبا الوسطى والشرقية بأكملها كانت تحت سيطرة الجيش الأحمر دبلوماسياً وعسكرياً. بفضل لقطات أرشيفية استثنائية ستتعرفون على اللحظات الحاسمة في تاريخنا. ستتعرفون من قرب على المنعطفات الكبرى في ذلك العام الاستثنائي شهراً شهراً. لقد وضع الركائز لعالمنا اليوم. كان العام 45 شديد الأهمية من حيث النتائج اللاحقة المترتبة على أحداثه. في بداية ذلك العام كانت أوروبا لا تزال مشتعلة. ألمانيا النازية في مأزق، لكنها تواصل القتال. في الشرق حقق الجيش الأحمر انتصارات على الأرض، وفي الغرب حرر الحلفاء عملياً الأراضي الفرنسية كلها، وجعلوا بلجيكا مقرهم وتوغلوا في هولندا في ظروف قاسية للغاية. كان شتاء العامين 44 و45 قاسياً بصورة استثنائية، وكان الأمر محبطاً للغاية لجميع الجنود في الخنادق الموحلة أو في كثير من الأحيان في السهول الفيضية. أكبر مشكلة على الجانب الأمريكي كانت الافتقار إلى أحذية مناسبة. تصور قدميك مغمورتين في ماء متجمد وطين وفي الثلج من دون عزل عن ذاك الصقيع بشكل كاف. وبالطبع لم تكن الأحذية تخلع في مثل تلك البيئة. في النهاية ستبدأ قدماك بالموت. إذا نظرنا إلى محنة الجندي اليومية فسنعرف أن ثمة شعوراً كان يعتمل في الصدور، ألا وهو متى سينتهي هذا الكابوس. مع بداية شهر يناير اشتبكت القوات في إحدى أكثر المعارك دموية في الحرب كلها في أوروبا. فقبل أسبوعين شن الألمان هجوماً مضاداً عنيفاً في قلب غابة أردين. كان هدف هتلر قلب الطاولة على الحلفاء بمفاجأتهم. اختار غابة أردين لأنه وكما يشير الاسم ثمة الكثير من الغابات وأشجار الصنوبر والتنوب، الكثير من البلدات الصغيرة الضيقة والوديان والأنهار الصغيرة وما إلى ذلك، وهي ليست مكاناً جيداً للحرب بالآلات والمركبات. كانت استراتيجية القوات النازية تتمثل أساساً في إبقاء جيوش الحلفاء الأنجلو ساكسونية الغربية على خط نهر الراين، لكن هتلر كانت لديه فكرة مفاجئة وإبهار العالم بهجوم ضخم مضاد في أردين.
الفكرة التي دعبت خياله الجامحة أنه إن تمكن عملياً من عبور نهر المويز والتوجه شمالاً على طول الطريق مباشرة إلى أنتويرب للاستيلاء على ذلك الميناء، فسيخرج بريطانيا فعلياً من الحرب. كانت أنتويرب هدفاً مهماً للغاية لكلا الجانبين. بالنسبة إلى الحلفاء، هي ميناء يحتاجون إليه بشدة، في حين أن الألمان كانوا يريدون منع وصول أسلحة إضافية إلى البر الأوروبي. لقد فقد قادة الجيش الألماني ثقتهم بخطط هتلر، لكن الفوهرر كان مصمماً على إنجاز ما يريده حتى النهاية. في الواقع كان قادته جميعاً ضد الخطة بأكملها، كانوا يعلمون أنه لن ينجح أبداً، لكن هتلر كان عنيداً مهووساً. نعلم في هذه المرحلة أنه كان يتعاطى المخدرات وكان يعاني أيضاً من أعراض هستيرية معينة، لقد غاب عقله تماماً. ومن المثير للاهتمام أن نعرف أن البريطانيين ألغوا عملية فوكسلي لاغتيال هتلر، لأنهم باتوا يدركون الآن أنهم سينتصرون في الحرب بسرعة أكبر مما لو لم يكن هتلر في القيادة. بالكاد بعد مضي بضع ساعات من بداية العام الجديد، شن سلاح الجو الألماني لوفتفافي هجوماً على قواعد الحلفاء في بلجيكا وهولندا وفرنسا. عانى البريطانيون أكثر من غيرهم، لأن الألمان استهدفوا المطارات البريطانية أكثر من غيرها، لكن في الواقع كانت تلك العملية كارثة فعلية بالنسبة إلى سلاح الجو الألماني، بصرف النظر عن أي شيء آخر. لكون الألمان أبقوا العملية سرية للغاية، يقال إن الدفاعات الألمانية المضادة للطائرات هي التي أسقطت العديد من الطائرات، لكن في المجمل أسقط ما يقرب من 271 طائرة، كما قتل أو أسر 230 طياراً ألمانياً في هذه العملية التي كان سلاح الجو الألماني في أمس الحاجة لهم. بعد هزيمتهم جواً، تحول الألمان مجدداً إلى الدفاع. كان الألمان دون مستوى الحلفاء بفارق كبير، ويقدر أنه في العام 1945 كان الحلفاء متفوقين على سلاح الجو الألماني ب14 ضعفاً. لذلك لم يعد الألمان قادرين عملياً على تحمل تفوق الحلفاء في الجو. بالرغم من استنفاد قواتهم، استعاد الحلفاء زمام السيطرة، وبسبب نقص الوقود اضطر الجيش الألماني إلى التراجع. كان هذا الهجوم بمثابة مفاجأة صاعقة للأمريكيين، لكن سرعة رد فعلهم كانت مذهلة، إذ امتلك الأمريكيون وحدهم مجدداً الإمدادات والموارد لقواتهم، فقد كانوا يعززونها بما يصل إلى 45,000 رجل يومياً. في 16 من يناير، غادر أدولف هتلر مقره في شرق بروسيا عائداً إلى برلين. وبعد وصوله كان يأمر بتنفيذ العمليات من مخبئه. لقد أضحى مستقبل الرايخ على المحك، لأن الوضع كان يتدهور أيضاً على الجبهة الشرقية. فقبل 4 أيام كان قد شن الجيش الأحمر هجوماً كبيراً. كانت الجيوش تهاجم عبر نهر فيستجولا شمالاً إلى شرق بروسيا، وعلى طول الطريق نحو نهر الأودر. كان للجيش الأحمر 6,700,000 جندي بين بحر البلطيق والبحر الأدرياتيكي، أي كان لديهم أكثر من ضعف ما لدى الجيش الألماني على تلك الجبهة. لقد افتقد الألمان لصد قوات ستالين أفضل قواتهم التي أرسلوها إلى غابة أردين، وحقق السوفييت مكاسب على الأرض في شرق بروسيا وكذلك في الأراضي البولندية. لم يتخذوا أي إجراءات احترازية، ولم يكلفوا أنفسهم عناء انتظار وصول الجسور، لقد عبروا النهر حرفياً بدباباتهم، وكان الأمر فعالاً بشكل كبير، لأن أوامر هتلر كانت متأخرة ب24 ساعة عندما كانت تصل إلى قادته في الجبهة، وبحلول ذلك الوقت تجاوزت القوات السوفيتية الجبهة التي كان يعتقد أنها لا تزال موجودة.
وصلت ألمانيا إلى مرحلة وجب عليها اللجوء إلى أوراقها الأخيرة. كان النظام مجبراً على الاعتماد على ميليشياته الشعبية. نهاية العام 44 قام النازيون بتعبئة جماعية لجميع الرجال القادرين على القتال ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاماً. كان ذلك مجرد سراب في وجه القوة السوفيتية الطاحنة. فكرة الدفاع عن البلاد من قبل وحدات فولكستورم الشعبية التي كانت تتكون من مدنيين بسطاء يفترض أن يعرفوا كيف يقاتلون أثبتت أنها استراتيجية كارثية. كان الوضع مزرياً تماماً. من الواضح أنهم لم يكونوا في وضع يسمح لهم بمواجهة الروس، ومع عدم امتلاكهم أي سلاح سوى المسدسات وقذيفات البازوكا فقد كانوا لا شيء تقريباً في مواجهة الدبابات الروسية. تابع الجيش الأحمر التقدم بعنف لا مثيل له. عندما سمع ستالين عن الطريقة التي تصرفت بها القوات السوفيتية تجاه الألمان ومدنييهم، قال إن أفعالهم مفهومة بالنظر إلى ما مروا فيه. فقد شهدوا تدمير بلدهم وفقدان أصدقائهم وأقاربهم. من يهتم إذا عبث بعض جنودهم مع بضع من النساء الألمانيات؟ حتى يومنا هذا لا تزال عبارة هل أشفقوا علينا؟ لا، إذن سنفعل بهم الشيء نفسه، تستخدم كتفسير وحتى ذريعة للجرائم التي ارتكبوها. المذابح التي ارتكبتها القوات الألمانية سابقاً كانت تفاقم من تعطش السوفييت للانتقام، لكن قانون الثأر لا يفسر كل شيء. في المجتمع السوفيتي كان يقمع أي شكل من أشكال العلاقات الحميمة تماماً، وكان العديد من الجنود جاهلين للغاية، وغالباً ما كانوا يحتاجون إلى الشراب لمنحهم الشجاعة. كانوا يخرجون في حفلات تصيد في الليل، لذلك وحسب تقارير سوفيتية قتلت نساء كثيرات أطفالهن وحاولن الانتحار. لقد كان الأمر مروعا. نشر السوفييت الهلع بين المدنيين، وأجبر الألمان في الشرق على الفرار، ما أدى إلى نزوح جماعي كبير. كانت الوحشية المنسوبة إلى الروس جزءاً من دعاية غوبلز، لكن تجربة الجنود كانت تغذيها أيضاً. سبب وصول القوات الروسية إلى الأراضي الألمانية حالة من الذعر على نطاق واسع، ما دفع الناس إلى الفرار من بروسيا الشرقية. لم يكن ذلك أقصى أهوال الحرب العالمية الثانية، فما كان العالم يوشك على اكتشافه لا يمكن وصفه بالكلمات. بعد 10 أيام من وضع أقدامهم على أنقاض وارسو، دخل الجيش الأحمر إلى معسكر أوشفيتس بيركيناو. في 27 من يناير من العام 1945، وأثناء تقدمهم في الأراضي البولندية، عثر الجنود السوفييت على ناجين من الأهوال التي ارتكبها النازيون. كان على القوات أن ترتجل على الفور فيما يتعلق بما يجب فعله مع الناجين القلائل. دعونا لا ننسى أن معسكرات الاعتقال قد أخليت من قبل قوات الأمن الخاصة النازية، أو أنها أخذت على الأقل أولئك الذين لا يزالون قادرين على الوقوف والمشي، رمتهم خارجاً وسيرتهم على الطريق إلى معسكرات بألمانيا الغربية والنمسا فيما سميت بعد ذلك مسيرات الموت. عندما وصل الجيش الأحمر إلى معسكر أوشفيتس لم يكن هناك سوى 7000 سجين في الموقع، وكان معظمهم على شفا الموت. قتل أكثر من 1,000,000 رجل وامرأة وطفل هنا. كانت غالبيتهم العظمى من اليهود الذين أبيدوا في غرف الغاز. صورت الكاميرات السوفيتية ما تبقى منهم. لقد أخذ النازيون كل ما في وسعهم من خلال عملية إعادة تدوير مروعة. من أجل التخلص من الجثث، استخدم الجلادون أفران حرق الجثث هذه، والتي اعتبرها النازيون أداة فعالة وسرية. في أوشفيتس أعدم أيضاً مواطنون بولنديون وغجر وسجناء سياسيون.
كان الناس يعلمون بشأن معسكرات الاعتقال بالطبع قبل نهاية الحرب. إذا نظرت إلى مذكرات آن فرانك التي كانت طفلة صغيرة وقد سمعت عنها من خلال إذاعة بي بي سي، وحتى إنها سمعت ما قيل عن غرف الغاز، لذلك لم يكن أي من ذلك جديداً، لكن السماع عن الأشياء لا يكون مطلقاً مثل رؤيتها في الواقع. كان الرعب يفوق الخيال البشري. لكن ما اكتشفه الجنود السوفييت كان مجرد غيض من فيض جرائم النازيين. لقد بذل رجال هتلر قصارى جهدهم لمحو أي دليل على همجيتهم. مع اقتراب نهاية الحرب بدأت قوات الأمن الخاصة الألمانية في تفكيك بعض مواقع الإبادة الجماعية. كانت هذه هي الحال بالنسبة إلى معسكر الإبادة سوبيبور وتريبلينكا على سبيل المثال، كما فجروا غرفة الغاز في بيركيناو. والسبب في ذلك هو أن الإبادة الجماعية ليهود أوروبا كانت تتم بسرية ولم يعلن النظام النازي عنها قط. دخلت جرائم معسكر أوشفيتس التاريخ كإحدى أفظع جرائم البشرية على الإطلاق. لكن الآن الحرب محتدمة والشؤون الدبلوماسية جارية على قدم وساق. بدأ شهر فبراير بمؤتمر قمة في قصر الشتاء القديم الروسي على شواطئ البحر الأسود. هنا بالقرب من يالطا وفي المنتجع الصغير في شبه جزيرة القرم اجتمع قادة الحلفاء. كان رئيس الوزراء البريطاني تشرشل والرئيس الأمريكي روزفلت والزعيم السوفيتي ستالين يرغبون في تسريع النصر والاستعداد لفترة ما بعد الحرب. أنشأت هذه القمة تحالفاً كبيراً بين الأنجلوساكسونيين والسوفييت، وفي وقت لاحق أشيع بأن مؤتمر يالطا كان يهدف إلى تقسيم العالم بين المجتمعين، لكن الأمر كان عكس ذلك تماماً. صوت الحلفاء على بيان ختامي مصرحين أنه بمجرد تحرير أوروبا ستنظم انتخابات حرة تحت إشراف القوى العظمى الثلاث. بالرغم من الأجواء الودية بين الحلفاء، إلا أنه كان لكل زعيم أجندته الخاصة به. كانت في أجندة ستالين أولوية رئيسية، وهي ضمان السيطرة السوفيتية على وسط أوروبا وقبل كل شيء بولندا، لأن ستالين كان مهتماً بالتركيز على المكان الذي أخذ فيه على حين غرة في يونيو في العام 1941، فلم يكن ليسمح أن يتكرر الأمر مجدداً ويباغت الاتحاد السوفيتي فجأة. أما روزفلت فكانت أولويته مختلفة تماماً، كان يؤمن بأفكار مثالية حول منع الحرب في المستقبل من خلال إنشاء الأمم المتحدة، وكان هذا إرثه، وكان على استعداد لتقديم تنازلات لستالين من أجل دفعه لقتال اليابان، لكن قبل كل شيء عليه الموافقة على إنشاء الأمم المتحدة. على الجانب البريطاني كان رئيس الوزراء قلقاً بشدة من الوحش السوفيتي. كان تشرشل جزيعاً لأنه كان يعلم أن ما فعله ستالين من خلال سيطرته على بولندا وأوروبا الوسطى سيؤدي إلى إثارة التوتر في المستقبل. حصل ستالين على الكثير في يالطا نظراً إلى أن المؤتمر عقد في شبه جزيرة القرم. كان لابد من إحضار الوفود إلى هناك بالقطارات التي تمر عبر الأماكن التي دمرتها الحرب. علاوة على ذلك صدرت أوامر للقطارات بتخفيف سرعتها بشكل كبير في المناطق التي كانت فيها الأضرار أكثر هولاً. وهكذا مع وصول الوفود إلى يالطا كان ستالين قادراً على الحصول على اتفاق من حيث المبدأ ينص على أن الاتحاد السوفيتي سيحصل على نصف تعويضات الحرب الألمانية. وافق الحلفاء على تقسيم ألمانيا إلى أقاليم محتلة بمجرد تحقيق النصر. لكن انتهاء الحرب ضد الرايخ الثالث لا يزال بعيد المنال، وبرغم الهزيمة المحتومة لا يزال الألمان يقاومون. من أجل القضاء على هتلر أطلقت القوات البريطانية والأمريكية وابلاً من النيران على بعد 200 كيلومتر فقط من برلين. ضرب الحلفاء مدينة دريسدن بالقنابل الحارقة،
دمر القصف المدينة وخطوط الترام وكل ما تبقى، والأهم من كل ذلك البشر الذين يعيشون هناك. حصيلة الدمار مرعبة. في دريسدن قتلت القنابل ما بين 25,000 و30,000 مدني. بالتزامن مع هذا الهجوم تابعت جيوش الحلفاء هجومها على الأرض. المسير إلى برلين يعد تحدياً لوجستياً كبيراً. كانت هناك مشكلة فعلية في أعداد الجنود لدى البريطانيين والكنديين، ومع ذلك فإن عدد الجنود الفرنسيين كان في ارتفاع. بالطبع مع تحرير جيوش الحلفاء لفرنسا، احتشد عدد متزايد من الشباب دعماً لقضية الجيش الفرنسي الجديد الذي قاتل إلى جانب مقاتلي المقاومة القدامى، بالإضافة إلى قوات المستعمرات التي شقت طريقها من شمال أفريقيا إلى فرنسا. لكن الكتلة الأعظم من جيوش الحلفاء الغربيين كانت من الجنود الأمريكيين، وقد أضحى ذلك عرضاً أمريكياً إلى حد كبير. بالرغم من الشتاء القارس ومقاومة العدو العنيفة، حرر الجيش الأول الفرنسي بدعم أمريكي جيب كولمار أخيراً في 9 فبراير. لكن الحدود الطبيعية لا تزال تقف في طريق الحلفاء. كانت عقلية هتلر في تلك المرحلة ترتكز على فكرة القتال حتى النهاية، لذلك كان يأمل في أن يكون نهر الراين حاجزاً منيعاً في الغرب أمام الحلفاء الغربيين، وبالتالي يمكنه الصمود في قلب ألمانيا بهذه الطريقة. من أجل منع تقدم الحلفاء، قام الألمان بتدمير جسور نهر الراين. في اللحظة الأخيرة، تمكن الأمريكيون من الاستيلاء على جسر ريماغن، وهو الجسر الوحيد الذي كان لا يزال قائماً. حاول الألمان تدميره، لكن لم يتضرر منه إلا جزء واحد فقط. في 7 آذار، عبر الحلفاء النهر وأقاموا أساسات للجسر على الضفة اليمنى. لقد أصبح محور الرايخ الآن في مرمى نيران الجيش الأمريكي. هذه الأخبار دفعت ستالين إلى تسريع تقدم جيشه. الجنرال السوفيتي الموجود مع أيزنهاور في مقر قيادته أخبر ستالين بمجرد سماعه الأنباء. الآن بات يعلم أن الأمريكيين قد يصلون إلى برلين قبله، ولذلك استدعى على الفور المارشال جوكوف إلى موسكو والمارشال كونييف للتخطيط لعملية برلين في أقرب وقت ممكن. كانت الهزيمة الحتمية للرايخ تثير التنافس بين قوى الحلفاء. تحمس رؤساء الأركان العامة برمز النصر الذي لاح. أي جيش سيصل إلى برلين أولاً؟ أي عالم سيرفع فوق عاصمة الرايخ؟ في الطرف الآخر من العالم، يقاتل الحلفاء الإمبراطورية اليابانية في المحيط الهادئ. بعد 3 سنوات من الهجوم على بيرل هاربر، انتصر الأمريكيون. في أوائل آذار من العام 45، كانت المعركة محتدمة في جزيرة إيوجيما، التي تقع على بعد 1000 كيلومتر تقريباً من طوكيو. لهذا فإنها تعد قاعدة مهمة لقوات الحلفاء الجوية. لكن في هذه الجزيرة المدعومة بالدفاعات من تحت الأرض، يواجه الجنود حرب عصابات دموية. لقد أنشأ اليابانيون هذه الثقافة القتالية الاستثنائية، فقد غسلت أدمغة الجنود بالكامل وتعرضوا للضرب من قبل الضباط العسكريين، وكانوا مصممين على القتال حتى النهاية. كان الأمر مذهلا للغاية، إذ لم يسمح لأي جندي بالاستسلام، وإلا سيكون الإذلال عند العودة إلى الوطن وخيماً. بعد انسحابهم إلى الخنادق والكهوف والمخابئ، كان يمكن للجنود اليابانيين الظهور في أي وقت.
حاول الأمريكيون إجبارهم على الخروج بالقنابل اليدوية وقاذفات اللهب. في مواجهة هذا العدو غير المتوقع عديم الرحمة، سيطر الارتياب على تفكير القوات. ما كان مهماً هو عدم السماح لهم بالاستسلام، وإن أصيبوا بجروح فيجب قتلهم بسرعة تحسباً لإخفاء أحدهم قنبلة يدوية، لأن العديد منهم كانوا يفعلون ذلك. لقد وصلت الأمور إلى مرحلة أنه في بعض الحالات كان جنود قوات المشاة البحرية وغيرهم يقطعون رؤوس جثث اليابانيين ثم يسلقونها في الماء المغلي، وذلك لإرسال الجمجمة إلى الوطن كتذكار. كان هناك تجرد من الإنسانية في تلك الحرب بالذات من كلا الجانبين، وهو أمر مروع للغاية. من أجل ضمان النصر، ذهب الحلفاء إلى ما هو أبعد من القتال المباشر. لقد قرروا تدمير مدن العدو بالقنابل. في ليلة 9 إلى 10 من آذار كانت طوكيو المدينة المستهدفة. أرسل سلاح الجو الأمريكي قاذفات لضرب العاصمة اليابانية. كانت أوامر الطيارين عديمة الرحمة. الطيران بارتفاع منخفض وقصف حارق ليلاً لإشعال مدن اليابان. الطيران بارتفاع منخفض وقصف بالقنابل ليلاً كان عملياً أمراً بحرق مدن اليابان. كانت الكثير من الصناعات المنزلية موجودة ضمن المناطق السكنية، وفي العديد من تلك المناطق كانت المباني مبنية من الخشب والورق، وهي مواد عرضة للخطر وقابلة للاحتراق. في كثير من الحالات كان أفراد طاقم الطائرة من طراز B-29 حالما يفتحون الأبواب يشمون رائحة اللحم المحترق والمخلفات المحترقة والشعر المحترق. لقد أحرقت عاصمة إمبراطورية الشمس المشرقة وسويت بالأرض، وراح ضحية ذلك 100,000 قتيل. كان ذلك القصف هو الأعنف في الحرب كلها. كيف تهاجم جزراً منيعة الدفاعات مثل جزر الأرخبيل الياباني من دون قصف أولاً؟ ونظراً إلى ضغط النواب والصحافة في الوطن، اضطر قادة الحلفاء وللحد من خسائرهم البشرية إلى اللجوء إلى القصف وقتل المدنيين من جانب العدو. في أوروبا وصل الأمريكيون إلى قلب ألمانيا، وفي بداية إبريل اكتشفوا أهوال المعسكرات النازية. في أوردروف أحد معسكرات الاعتقال الملحقة في بوخنفالد، شاهد الجنرال آيزنهاور القائد الأعلى لقوات الحلفاء في القارة ضحايا المعسكر وأجسادهم النحيلة الهزيلة بأم عينيه. تأكدت المعلومات حول معسكرات الموت في حلول ديسمبر من العام 1942، لكن رؤية الحقيقة وشم رائحة الجثث المتعفنة التي لم تتم إزالتها أو دفنها كان شيئاً مروعاً. كانت صدمة كبيرة، لذلك قرر الجنرال آيزنهاور أن يتم الإعلان عن ذلك على نطاق واسع في نشرات الأخبار ودور السينما والراديو وما إلى ذلك، حتى يعرف الناس لماذا خاضوا هذه الحرب. لقد أصيب هو نفسه بالرعب. قررت الحكومة العسكرية الأمريكية مواجهة المدنيين من الشعب الألماني وتعريفهم بما كان يجري على بعد كيلومترات قليلة من منازلهم.
تحتم على الحلفاء أن يتولوا مسؤولية الضحايا، لكن الناجين من الوحشية النازية كانوا ضعفاء لدرجة أن الكثيرين ماتوا بعد فترة وجيزة. وسبب المشكلة أنه على الجبهة الغربية، عندما وجد الجنود الأمريكيون والبريطانيون هذه الهياكل العظمية الجائعة في المعسكرات، فقد حاولوا على الفور إعطائهم الطعام، وهو أسوأ شيء فعلوه وقتها، لأنهم التهموا الطعام ثم مات معظمهم بعد ذلك مباشرة. ما الذي سيفعلونه مع هؤلاء الرجال والنساء الذين تمكنوا من النجاة؟ السؤال الذي أثير في ربيع العام 45 أصبح أهم تحديات فترة ما بعد الحرب، فلقد أصبح المرحلون الآن لاجئين. العديد من اليهود الذين تم ترحيلهم من أماكن مثل ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا وغيرها لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم لأنه لم يبقى أحد فيها، فقد فقدوا جميع عائلاتهم وأصدقائهم، وغالباً ما كانت هذه الأماكن معادية لليهود، وبالتالي لم يكن هناك مكان يذهبون إليه. وهكذا أصبحت معسكرات الاعتقال القديمة فيما بعد تسمى بمخيمات النازحين، حيث علق فيها بعض الناس اليائسين للذهاب إلى أي مكان كفلسطين أو الولايات المتحدة أو أي مكان، وأحياناً إلى سنوات. يقترب الحلفاء من برلين أكثر من أي وقت مضى. أضحى الأمريكيون الآن على بعد أقل من 100 كيلومتر من عاصمة الرايخ، لكن الجنرال آيزنهاور اتخذ قراراً أثار الجدل بين فصائله. اتخذ آيزنهاور ما سماه قراراً عسكرياً، لكنه أيضاً قرار سياسي في مضمونه: أتعلم أمراً؟ لن أرسل جيوشنا إلى برلين. لم يرغب في إشراك جيوش الحلفاء الغربيين في معركة طاحنة هناك، ففي اجتماع قادة الحلفاء في يالطا اتفق مسبقاً على تقسيم الأقاليم المحتلة في برلين. لذلك لم يكن آيزنهاور على استعداد لخسارة أرواح الجنود البريطانيين والكنديين والأمريكيين مقابل أقاليم قد يتنازل عنها للسوفييت. لقد سمح الأمريكيون للجيش الأحمر بدفع ديات الدم، ومع ذلك كان سيتعين على آيزنهاور تحمل الأوزار السياسية لقراره. كان تشرشل غاضباً لأنه أراد الهجوم إلى أبعد ما يمكن شرقاً، فقد استشعر سوء نيات ستالين تجاه بولندا بقمع كل أولئك الذين حاربوا الألمان في انتفاضة وارسو، والطريقة التي اعتقل بها السياسيين البولنديين وقتلهم، وأعرب عن أمله في أنه إذا واصل الحلفاء تقدمهم شرقاً قدر الإمكان فسيحصلون على موقف تفاوضي أقوى أمام ستالين. أطلق العنان للجيش الأحمر، وقوات ستالين كانت مستعدة لاستخدام قوتها النارية ضد عاصمة الرايخ. في عام 1945 اعتمدت قوة الجيش السوفيتي على حقيقة واحدة بسيطة، هي التفوق العددي من حيث القوة البشرية والمعدات. فاق عدد طائراتهم ودباباتهم عدد طائرات ودبابات العدو. من هذا المنطلق كان القتال حرب عدد لا مهارة. إحدى أكبر المفارقات هي أنه لو لم يقدم الأمريكيون نصف مليون مركبة عسكرية إلى الاتحاد السوفيتي لكان الأمريكيون قد وصلوا إلى برلين قبل فترة طويلة من وصول الجيش الأحمر. على الجانب الألماني كان هتلر لا يزال في مخبئه خلف خط الدفاع الأخير المكون من بعض المخلصين له. كان لديه خيار آخر وهو حصن في جبال الألب تم توسيعه، وقد توسل إليه بعض رجاله لمواصلة المعركة من هناك، لكن هتلر أراد البقاء في برلين. رفض الفهرر الهزيمة، ولهذا قيد نفسه بأفكار انتحارية. كانت لدى هتلر أوهام عن جيوش كثيرة تهاجم فجأة أو تستولي على جيوش الروس أو تحاصرهم، وهذا لا علاقة له بالواقع على الإطلاق. كان لا يزال مهووساً بأفكاره عن الأسلحة العجيبة التي لم تكن موجودة في الواقع. كانت كتائب الجيش السوفيتي على وشك شن هجوم على برلين،
مليونان ونصف المليون جندي كانوا يتجهزون للهجوم على العاصمة الألمانية. في 16 من إبريل فجراً بدأ الهجوم الأخير. أطلقت أكثر من 2 مليون قذيفة في اليوم الأول للهجوم، لدرجة أن المدافع كانت مكدسة بأعداد كبيرة. كان جوزيف ستالين لا يزال يرى أن برلين هي الهدف النهائي في أوروبا، إنها رمز الانتصار الفعلي في الحرب ضد النازية. وبالطبع هناك توتر كبير بين الشرق والغرب وقوى الحلفاء. في البداية لم يصدق ستالين أن الحلفاء الغربيين لن يهجموا على برلين على الإطلاق. كان يعتقد أنهم يحاولون خداعه بالقول إنهم لن يفعلوا ذلك. كانت الفكرة برمتها هي محاصرة برلين لمنع الأمريكيين من العبور ثم الهجوم على الداخل، والسبب في ذلك كان الأبحاث النووية التي أجريت في معهد القيصر في ليلهيم جنوب غربي برلين. وكان ستالين مهووساً بمنع الأمريكيين من الوصول إلى هناك، لأنه علم من جواسيسه أن الأمريكيين كانوا يطورون القنبلة الذرية، ولذلك لم يكن يريدهم أن يصلوا إلى برلين ويحصلوا على اليورانيوم أو أن يأسروا العلماء الألمان. بعدما أنهكت بفعل القصف، غرقت العاصمة الألمانية في الخراب. بالنسبة إلى هتلر، فقد شارف الوقت على النفاذ. عرف وقتها أن مصيره سينتهي بالانتحار، لأنه كان يشعر بالخوف الرهيب من أن يؤخذ إلى موسكو في قفص أو أن يتعرض للإهانة. لذلك كان واثقاً بموته، لكنه شعر أن الشعب الألماني يجب أن يشاركه موته. في حالة من الفوضى العارمة وفي عيد ميلاده 56، قرر الفوهرر الظهور علناً. وهنا يمكنك رؤيته في الفيديو المصور الأخير له، وهو يمشي أمام صف من أبطال حزب هتلر الذين استخدمهم كفرق انتحارية. كان في مرحلة متقدمة من الانهيار والعجز. في اليوم التالي في 21 من إبريل من العام 1945 دخل السوفييت المدينة. كانت معركة برلين عنيفة بصورة خاصة. مبنى مبنى وحرب أسلحة مشتركة ومدافع آلية ودبابات وجنود مشاة يفتشون المجارير ومجمعات الأبنية وغير ذلك. وبالطبع في الجانب الألماني قد أعطي كل فرد سلاحا وأمر بالقتال. كانت القوات السوفيتية مصممة على عدم السماح بأي هجمات من الخلف، حيث كلما تقدموا كانوا يجدون المدنيين في الأقبية، وأحياناً لمجرد الحيطة والحذر وخوفاً من وجود جنود مختبئين بين المدنيين، فقد كانوا يلقون بالقنابل اليدوية في الأقبية حيث المدنيون. كان الجيش الأحمر يهدف إلى تحطيم آخر من تبقى من الجنود النازيين. عندما هاجموا برلين، كانت استراتيجية السوفييت تقوم على إرساء التفوق العددي في جميع قطاعات الجبهة. لقد أرادوا تعزيز قوتهم النارية من خلال وضع العديد من قطع المدفعية في كل اتجاه، وأخيراً المضي قدماً بغض النظر عن الخسائر البشرية. كانت استراتيجية السوفييت العسكرية مدمرة. لقد ارتكبوا أخطاء كثيرة، كانوا يرسلون دباباتهم إلى الشوارع، وهكذا تمكن شباب هتلر أو ميليشيا العاصفة الشعبية من نصب كمائن لهم من نوافذ الأقبية أو من نوافذ المنازل
باستخدام أسلحة بانزر فاوست المضادة للدبابات، وقد خسر السوفيت الكثير من الضحايا. بينما تغرق برلين في الفوضى، وحد الحلفاء صفوفهم جنوباً، وفي 25 من أبريل التقت القوات الأمريكية والجيش الأحمر على ضفاف نهر إلبا. من الواضح أنه كان هناك مفوضون من الجيش الأحمر خائفون من الارتباط بالرأسماليين الغربيين وأعمالهم، كانوا يحاولون السيطرة على القوات. كان الجنود الأمريكيون مذهولين، وأحياناً كانوا خائفين قليلاً من مقابلة نظرائهم في الجيش الأحمر. كان زيهم العسكري مقطعاً وأسلحتهم صدئة وفي حالة سيئة للغاية. لكن على أي حال، كان الافتقار إلى فهم هذا الصراع بين الثقافات هائلاً للغاية. لم يكن أي منهم يتحدث لغة الآخر، لذا كانوا يتشاركون نخب النصر أو أي شيء ممكن للتواصل. لكنني أعتقد أن الفكرة الحقيقية التي كانت تدور في أذهان الأمريكيين هي حمد الرب على نهاية الحرب. يمكنهم ترك هذا العالم القديم وأوروبا الفاسدة لمواصلة حياتهم الخاصة والعودة إلى الوطن، فقد قاموا بواجبهم. في انتظار العودة إلى الوطن، يقف الرجال أمام المصورين. صورة رمزية تخلد الحدث. على اليسار يقف الملازم الأمريكي ويليام روبرتسون، وإلى جانبه الملازم السوفيتي ألكسندر سيلفاشكو. انتشرت هذه الصورة الرمزية في جميع أنحاء العالم. بعيداً عن تلك الاحتفالات الصاخبة، يعاقب المنتصرون حلفاء هتلر الإيطاليين. في 28 من أبريل أعدم بنيتو موسوليني على يد مقاتلي المقاومة. وفي اليوم التالي في ميلانو تم تعليق الزعيم الفاشي وعشيقته رأساً على عقب. هاتفت الحشود غاضبة أمام جثتيهما. وصلت أنباء الموت المذل هذه إلى ألمانيا. لقد رأى هتلر ذلك، وقد كان خائفاً من التشهير بجثته على الملأ، لذلك كان مصمماً على حرق جثته. وهكذا انتحر هتلر المحاصر. وفقاً لآخر الدراسات، فقد تناول عقار سيانيد قبل إطلاقه النار على رأسه. لقد انهارت ألمانيا، ومسحت صورة العالم التي رسمها النازيون. في برلين ومدن أخرى في ألمانيا انتحر قادة سياسيون وضباط عسكريون ومدنيون. كان هناك عدد كبير من حالات الانتحار، خصوصاً بعد أنباء وفاة هتلر. لم يذيعوا على الراديو أنه انتحر، قالوا إنه توفي وهو يقود جيشه. كان ذلك تغطية لحقيقة مرة، لكن بالنسبة إلى العديد من الألمان كان من الواضح أن انتحار هتلر هو الحل المشرف الوحيد. من المثير للاهتمام معرفة عدد الألمان بالإضافة إلى المسؤولين في النظام ممن اعتقدوا أن عليهم قتل أنفسهم مع عائلاتهم. بحثت دراسات حديثة في هذا وأظهرت أن هذا التفكير المروع كان هتلر قد غرسه بشكل منهجي في عقولهم. كان يتخيل أن سقوط ألمانيا مشابه لأحد مؤلفات الأوبرا لفاغنر.